لطالما حبيت أتكلم عن الأغلفة المعدنية. الكل يعرف الأغلفة المعدنية، ولكن حبيت أشارك مجموعتي مع الأغلفة المعدنية اللي عندي، وهذا شيء حلو صراحة. الغلاف المعدني هو يتميز يعني كنوع من المعدن أي تقدر تحافظ فيه داخل الديسك أو تحافظ فيه الديسك، بيكون مميز صراحة عكس الأغلفة البلاستيكية. الأغلفة البلاستيكية هي يعني نموذج خاص حق اللاعبين يعرفونها بالأساس، وأحيانا تكون تكلفة التصنيع رخيصة فيها، ولكن الغلاف المعدني يكون نوعا ما إذا أنت كنت بتجيب أو إذا أنت يعني ناوي تجيب الغلاف المعدني راح يكون عليك سعر وقدره، سواء إذا كان يطلع مع الكولكتر إديشن أو يطلع ستاندالون برودكت كنسخة ستيل بوك. فهذا هو، هذا هو الغلاف المعدني. بس الشيء الحلو بالغلاف المعدني أنه هو مميز نفسه، أي يعني يعطيك حيوية حق اللعبة نفسها، وكذلك يعني يعطيك محتوى إضافي حق الساوند تراك أو يشيل قرصين. فهذا هو يعني شيء حلو صراحة يعني من ناحية الغلاف المعدني، وكذلك يسر الناظرين بنظري بالأساس. فأول غلاف معدني اشتريته اللي هو غلاف المعدني حق لعبة Lost Planet Extreme Condition. هذا أول غلاف معدني أشتريه بحياتي للأمانة. أتذكر قصتي، كنت رايح مجمع الرحاب بعد ما خلصت الاختبار واشتريته، ورحت للعرس ولد عمي على طول. فمثل ما تشوفونه هو أوردي تغطى بسليف، بعدين يطلع الغلاف المعدني نفسه Lost Planet Extreme Condition كأنه لوحة فنية أو شيء تحب تثبتها بمكان، فيكون يعني شيء حلو صراحة اللي فيه الغلاف المعدني أو يعني نظرة الغلاف المعدني. وهو صلب مقاوم للصدمات، وكذلك مثل ما قلت لكم يحتوي على أشياء حلوة داخل، رسم فني من وراء حق الآلي، ورسم فني من قدام حق وين، أعتقد اسمه وين كذي، نسيت اسم اللعبة لأني من زمان ملاعبها صراحة. ولكن Lost Planet تعتبر واحدة من الألعاب الحلوة اللي هو الجزء الأول، شيء حلو، شيء شيق تقدر تستمتع فيه. ومثل ما تلاحظون المحتويات من داخل تقدر تحصل الاستراكشن مانوال حق اللعبة، وكذلك هم بعد تحصل ارت وورك حق اللعبة داخل الغلاف المعدني نفسه اذا كان يتميز او ينباع لحاله كستاندالون برودكت. وهم بعد حاطين لك رسمة فنية خلف الغلاف المعدني، تقدر تطلع على الرسمة الفنية هذه اي يعني تسر ناظرك انت كانسان اذا كنت تحب تسوي كولكتر او يعني مجموعة بسيطة من عندك حق الالعاب المعدنية او الاغلفة المعدنية بشكل عام. فهذا هو الغلاف، والحين ننتقل حق مجموعتي من الاغلفة اللي امتلكتها على مدار سنوات طويلة. هذه لعبة سبلنتر سيل كونفينكشن، اعتقد اسمها كذي، هي غلاف معدني. كذلك لعبة كول اوف ديوتي ادفانس وورفير نسخة اطلس يجي فيها غلاف معدني مكتوب من الجنب كول اوف ديوتي ادفانس وورفير، اي يعني ميز نفسه بالاساس، كان بطن وظهر كذي. وهذه نسخة دارك سولز الجزء الثاني على البلاي ستيشن 3، كذلك على الاكس بوكس 360 تقدرون تحصلون الغلاف المعدني وياه بشكل رخيص وشكل شائع يعني بكل مكان. هم بعد عندنا حق فول اوت 4 اللي يجي مع الليمتد اديشن حق نسخة فول اوت او الكولكتر اديشن اللي هو يجي البيب بوي 3000 يجي معاه غلاف معدني. وهم بعد عندنا ديستني الغلاف المعدني حق لعبة ديستني وهيجي مع نسخة جوست، وكذلك النسخة الكولكتر اديشن. وهذه بالفترة الأخيرة إذا شفتوا فتح صندوق حق ميرور ايجد، هذه نسخة ميرور ايجد كاتاليزم أو كاتاليست الستيل بوك نفسه. أما هذا الستيل بوكس تقدر تشتريه لحاله، بس راح يكلف عليك ولابد أنك تحط يدك على 5000 نسخة من الستيل بوك هذا، وهو ستيل بوك حق وولفنستاين ذا نيو أوردر، وهم بعد اللي تكلمت عنه على Lost Planet، وهم بعد اللي تكلمت عنه اللي هو Dark Souls 3 الستيل بوك كولكتر إديشن. هم بعد في جون نفس ما قلت لكم مطبوع كامل وجاهز ستيل بوك حق تيرنينج بوينت. للأمانة اللعبة هذه ما جربتها عدل، بس إن شاء الله يمكن ألعبها بالمستقبل القريب وأشوف يعني اللعبة هذه شلون. أما Metal Gear The Phantom Pain يجي ستيل بوك يحتوي على يعني مكانين حق Metal Gear The Phantom Pain و Metal Gear Ground Zeroes. هذه فكرة حلوة من عندهم إنك تقدر تحط اللعبة القديمة ويا اللعبة الجديدة. أما هذه مالت Beyond Two Souls، وهذه كذلك مالت لعبة Doom 3 على جهاز الاكس بوكس 360 ستيل بوك اديشن، وهذه مالت لعبة Gears 4 الجزء الثاني ستيل بوك هم بعد اديشن او حق الكولكتر اديشن، يعني يطلع ويا الكولكتر اديشن بالاساس. اعطوني رايكم عن العاب الستيل بوك او اغلفة الستيل بوك، كم عندكم مجموعة؟ هل جمعتوا انميات افلام؟ هذه مجموعتي من الستيل بوك، ولا تنسون اللايك ومشاركة المقطع، وإن شاء الله أشوفكم مع مقطع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.